في زيارته للطبيب تساءل عن سبب تغير أسنانه وتغير لونه المستمر وطلب الطبيب بتحسين عاداته الغذائية وتناوله لمواد معينة وطلب بأنه يقلع عن بعض العادات السلوكية اليومية بالنسبة له شنو هي هذه الأشياء اللي احنا المفروض نمتنع عنها وهل هي فعلا بتأثر على أسناننا هذه أسئلة وغيرها حنطرحها في حلقة اليوم عن مواد تؤثر على الأسنان ينضفنا حديثنا عن ملف الأسنان بنرحب بكم مشاهدينا وبيضفنا الكريم دكتور عبد الرحمن مرتضى استشاري أمراض اللثة وطب الفم أهلا بك يا دكتور السلام عليكم دكتور إحنا كيف نعرف إنه الأسنان تأثرت بمواد معينة؟ المواد عامة اللي إحنا بناخدها هي أي مواد بتأثر على صحة الفم والأسنان أو الأسنان الخاصة نعم وبالتالي انه بتاثر على الجسم عامة وبالتالي انه اي مادة ممكن انت تاثر عليها هي هي يعني بتكون غيرت لونها او غيرت شكلها وبالتالي انه يبتدي المريض يشعر انه اسنانه دي ما كانت اللون ده وابتدت يعمل له شويه قلق نعم يعني لو اديتنا امثله عليها شنو المواد اللي ممكن تكون فيها خاصيه صبغيه اللي هي بالاستمرار بتاذي الاسنان وبتغير لونها الاسباب بتاعت تلوين الاسنان ممكن تكون حاجه اتبنت من داخل السنه نعم ودي في بعض المناطق عندنا في السودان زي اللي فيها فيها نسبه فلور عالي في الفل في في في, المويه نعم وبالتالي انه بدي بيكون اخذها من هو طفل وتكونت من ضمن الاسنان وبتدي الاسنان تبقى لونة بني او اصفر حسب الكمية اللي هو أخذها نعم وفي ألوان بتظهر على الأسنان بسبب أنه كان أخذ له دواء معين لفترة معينة كالمضمضة آه في بعض الأمراض بيأخذها كمضمضة آه فيها مادة الكلورهيكسيدين ودي بتصبغ الأسنان نعم في الأولى طبعا دي أنت ما بتقدر تشيلها يعني دي خلاص اتبنت من ضمن التكوين بتاع السنة لكن المادة أو المضمضة اللي بيستعملها ممكن لما يوقفها ويمشي للطبيب بيزيلها له يعني سريع ما فيها مشكلة نعم حتى الناس اللي تأثروا بالفلور لمدة طويلة من حياتهم ممكن يتم إزالة الألوان دي عنهم؟ نعم. لا ما بتزال يعني في بعض الطرق أو في بعض الناس يقول لك والله لو دفنا له عملنا تبييض لها بتزيل نعم لكن دي حاجة مؤقتة هي بتزيلها شوية بتغي... بتخففها لكن ما بتزيله تماما طيب في ناس مرات بيقول لك التمباك السجاير الشراب الكثير للقهوه للشاي بغير من لون الاسنان الكلام ده صحيح لا لا ده نعم صح لكن مش بس انه هي كماده السجاير بيشربها بيستعملوا ولا الشاي ولا القهوه نعم. يعني ديل اي بيصبغوا نعم عشان فيهم ماده صبغه سابغة نعم نعم لكن برضه هو بكون صح المستوى النظافه او الموجود في, في الفم بتاعته قد تكون ما مية في المية وبالتالي إنه في مواد جيرية في مادة البلاك بتكون قاعدة على الأسنان هي اللي بتاخد الصبغة والأسنان نعم. برضو بتاخد الصبغة نعم طيب يا دكتور انت ذكرت انه ممكن الناس اللي ياخذوا او في غذائهم يكون في كمية عالية من الفلور بتتأثر الأسنان شنو ثاني من الحاجات ممكن الإنسان تدخل في تركيبته الغذائية وتأثر على أسنانه المواد الـ يعني الـ ممكن تخش في تركيبة الأسنان no. قد, قد, تكون ما غذائية ممكن no. تكون هو لما كان الشخص ده كان طفل mm -hmm. يكون استعمل دواء معين زي التتراسيكلين نعم. No. ودي برضو بتأثر أو بتصبغ الأسنان ودي برضو ما بتطلع no. أو والدته أثناء الحمل بيه برضو استعملت الدواء التتراسيكلين وعن دخل عن طريق الدم نعم للجنين. يعني في ناس بقول لك لا ما معقوله انه الاسر يكون منذ الحمل لانه الطفل بيطلع اسنان لبنيه وبيطلعها وبتجي اسنان ثانيه فما بيتخيلوا انه مدى تاثير حاجات اللي بتتناولها الام الحامل طيب هنا الاسنان بتاعت الطفل او الشخص نعم من هو طفل في بطن امه الاسنان اللبنيه بتكون ابتدت تتكون نعم وعند الولاده هو بيكون اوريدي طلعت اسنان نعم. يعني سوري يعني جاهزه متكونه, متكونة. نعم. وبالتالي انه او في عمر ستة شهور الاسنان تبتدي تطلع نعم برضو اثناء الحمل به في بعض الاسنان الدايمه بتبتدي تتكون نعم وبتكون قاعده جوا الفك لحين وقت ظهورها بتقوم تطلع يعني دي دي معلومه مهمه جدا غايبه عن كثيرين يعني, يعني. وبالتالي انه يعني الاسنان دي بتتكون في بعض الاسنان بتتكون من الشخص ده كان في بطن نعم يعني اللبنه الاولى لتغذيته السليمه لاسنانه السليمه بتبدا من لحظه ما هو في بطن امه. نعم. طيب يا دكتور يعني مرات الاثر ده دائما بيكون احنا بنشوفه مرئي ولا آه ما بنلاحظه فورا ولا كيف اثناء ما الاسنان دي ماشيه في حاله التغير الصبغي واللوني لا. لو هي الالوان ده بدت من يعني من هو يعني في اثناء التكوين بتاع السنه بتكون ظاهره قد تكون ممكن تبقى لونها اتكن مع مع الزمن على اساس انه في صبغات ثانيه بتيجي عليها دي ممكن نعم. لكن غير كده انه الالوان دي معظمها يعني لو ما يعني لو كانت سطحيه بتتزال نعم نحن نواصل حديثنا بعد الدراسه التالية بيت الهنا بيت الهنا دكتور انت تكلمت عن مادة اسمها البلاك واحنا كتير من الناس مع ناس بيقول لك عايزين نعمل تنظيف للاسنان يعني بآلة محددة بنشي المستشفى بيعملوا تنظيف للاسنان شنو هي مادة البلاك دي وكيف يتم ازالتها مادة البلاك دي هي عبارة عن مجموعة بتاع جراثيم اتكونت على سطح الاسنان لو ما زالت او الشخص خلاها تتراكم ممكن بعد فتره بتبقى حجر نعم no. ان الشخص لما يمشي يقول والله انه يعني عاوز ينظف اسنانه هي بيزيل له المواد الجيريه نعم no. البلاك ده انت ممكن تعمله في البيت يعني بي ممكن انت الطبيب يعمل لك تنوير انه كيف تستعمل الفرشه no. يديك تعليمات كيف تستعمل الفرشه بيوريك يعني كيف ماده ما بيجي لعدم التنظيف السليم من نعم اللي هي يعني انت لو تسوقتها دلوقتي بعد ساعه بيكون في نسبه بتاع الجراثيم تكونت no. لو اهملتها وخليتها تتراكم دل يعني بتكون بعد شويه ظاهره كماده لونها اصفر على على كريمي نعم no. دي هي دي البلاك no. لكن لو قعدت وما تزالت ممكن يحصل لها تحجير وتبقى ماده جيريه نعم no. دي هو اللي بيمشي يشيلها طيب المواد اللي احنا الاطعمه والحاجات اللي احنا كلها ممكن تاثر على الاسنان دي اثارها بيظهر فورا ولا بتاخذ لها على المدى البعيد؟ يعني مثلا انت ذكرت انه التدخين نعم بياثر والقهوه نعم بتاثر والتمباك نعم بياثر لكن على مسافات طويله مش كده؟ نعم بالنسبه للحاجات هل في حاجات ممكن يكون استخدامها وقتي مجرد ما احنا اخذناها بعد كم يوم نلاحظ انه مثلا الاسنان تغيرت؟ الاطفال لما بيشربوا في بعض المشروبات الغازية اللي فيها نوع من يعني التلوين نعم. بتلاقي انه ظهرت في اللحظة في اللحظة ديك نعم. انه والله لسته او اسنانه بقت لونها احمر نعم بياخدوها من باب اللعب كمان من باب اللعب نعم وبالتالي انه دي مؤقتة يعني مع م... ما عندها ضرر؟ لا ما عندها ضرر يعني في خلال الساعات او دقائق تكرار شرب الاغذية الملونة دي زي دي حت حتكون قاعدة نعم لكن اول ما يرجع البيت يتسوق يشرب مويه اللعاب بتاعه نفسه نعم بيزيله طيب رايك شنو في المعاجين تحت الاسنان؟ والله معجين الاسنان دي طبعا هي فيها فوائد كثيره نعم هل كلها بتادي الغرض بتاع انه تقضي على الجراثيم وتنظف الاسنان ولا في نوع منها ممكن يكون فيه خطوره على بعض الناس ولا كيف استخداماتها؟ لا المعجون هو ماده ماده او او عده مواد مكونه في شكل جل او معجون نعم ودي هي فائدتها انه هي بتنظف نعم عشان في تركيبتها فيها مواد نظافه نعم وفيها في تركيبتها فيها مواد بتاعة نكهه نعم وفيها ماده الفلور نعم دي كلهم بيف... يعني بي بينظفوا الاسنان بيزيدوا القوه من تحت الاسنان عشان فيها ماده الفلور. نعم طيب يا دكتور مرات ناس يعني بيشوفوا هي طبعا انواع مختلفه وكثيره جدا وبقت مغريه بمنكهات المختلفه زي ما انت ذكرت فيها منكهات يعني لكن مرات الواحد لو غير من نوع لنوع بلاحظ انه ما بيديه نفس الفعاليه لدرجه انه الاسنان ممكن لونها يتغير ممكن تظهر علامات تسوس هل ده بيدل على انه في معاجم بتوافق تركيبه اسنان معينه مثلا؟ لا كل معجون واحد هو بس كلها أس... أس... يعني اسرار بتاعت كل شركه بتكون عندها نسبه معينه من, من ماده معينه مختلفه في, في المعجون الثاني نعم لكن الفائده مش في المعجون المعجون الفائده في الفرشه السواك نعم وليس في المعجون نفسه نعم المعجون. طيب رايك شنو في عمليات تبييض الاسنان كثير من الناس مؤخرا بيقول لك انا مشيت عملت تبييض للاسنان بالذات ال... النساء نعم لكن حق الناس تكون عارفة إنه شكل السنة ولون السنة بتد... كل شخص عنده تركيبة معينة نعم وبالتالي إنه ما يعني إلا للضرورة إنه والله إنه هي عاوزة أو أي شخص عاوز يبيض الأسنان للضرورة يعني ما حاجة بتتعمل عشان الطبيب من, نفسه فيه فيهم مواد بتعمل شوية إزالة للمينا البيضة نعم وبالتالي إنه حيحصل تراجع للون يعني اللون اللي هي شالته ده هيرجع بعد شويه ثاني نعم وبالتالي انه يعني ال 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 اللون البشره عنده تاثير وبالتالي انه ال ال البشره الداكنه بنلاقي انه الاسنان مايله للبياض نعم والناس لونهم فاتح ال الاسنان مايله للصفار نعم. الصفار ده هو لون العاج الظاهر من خلال المينا البيضاء. نعم طيب دكتور يعني عمليات الكشط الكثير الاسنان او تنظيف الاسنان الكثير ممكن يكون عنده سلبيات؟ الإزالة المواد الجيريه هي مفروض تتعمل على الاقل كل ستة شهور كل ستة شهور والطبيب اللي بيعمل ازاله المواد الجيريه هو عارف انه بتين و وبتين بيستعمل الماده الفلانيه او يستعمل الاله الفلانيه نعم وبالتالي انه اي هو بعد ما يزيل المواد الجيريه بالاجهزه حقته في طريقه بتاعت انه تنعيم السنه على اساس انه الاجهزه دي بتعمل شخوط خفيفه غير مرئيه نعم. على سطح السنه ودي لو ما ما عملت التنعيم ده بعد ازاله المواد الجيريه بيحصل انه هي ممكن تكون نقطه بتاعت صبغ على الاسنان. دكتور عبد الرحمن مرتضى استشاري امراض اللثه وطب الفم، اتمنى الحوار ياخذ مساحه اكثر وفعلا كان شيق ومفيد يديك العافيه عليهم الله يخليك شكرا. ومشاهدينا الاسنان هي الصوره الخارجيه لصحتنا بتعكس احنا بناكل شنو بنتغذى بشنو وفي مواد فعلا ممكن تاثر علينا نتحاشاها وبرضو التغذيه السليمه والتغذيه المتوازنه لها اثر على الاسنان. خليكم معنا في فقره اطفال بيت الهنا